الخبر التالي خاص بالرحلات العائدين المصريين العالقين في الكويت. مطار القاهرة استقبل النهاردة رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة الخطوط الكويتية لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية طبعا بسبب تفشي فيروس كورونا. قالت مصادر ان الرحلة رقم 1417 تابعة لخطوط الكويتية وصلت ظهر اليوم وعلى متنها 195 عالق الى مطار القاهرة، هبطت بمبنى الركاب رقم 2 المخصص لهبوط شركات الطيران الاجنبية والعربية. من المقرر طبعا ان يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، ثم يتم نقلهم الى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوم عزل للاطمئنان على خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.